أهلا بكم. أعزائي، مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يعد من العلامات المضيئة في سماء الفكر والعلم والموهبة الراقية التي يتسم بها عدد كبير من أبناء الوطن وفي شتى المجالات. حول هذا الموضوع يسرنا أن نلتقي كل من ناصر الخالدي وأحمد صالح المستشارين في مركز صباح الأحمد للإبداع. أمسي عليكم بالخير، سعيدة جدا بتواجدكم معي. الله يعطيك العافية، مشكورين على الاستضافة. بداية طبعا أبدي معك أحمد، نبي أهداف مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. طبعا أهداف المركز تلخص بالكلمتين اللي أنت قلتيهم، هو الموهبة والإبداع. الهدف الرئيسي مالنا تعزيز الموهبة والإبداع بين أبناء الوطن. إحنا عندنا يعني شقين للفكرة هذه، وكانت في البداية هي فقط لحفظ براءات الاختراع والأفكار وحفظ الأفكار المبدعين والمبتكرين بالكويت. بعدين تم تطوير هذه الفكرة إلى نشر الثقافة بشكل عام في الدولة، فصار عندنا قطاع خاص في حفظ براءات الاختراع، قطاع خاص في نشر الثقافة للابتكار والإبداع، وقطاع ثالث خاص في الدورات المجتمع لتنمية الإبداع والابتكار في بين أبناء دولة الكويت. فصار ثلاث قطاعات ضخمة، تمام، كل واحدة منهم تخدم شريحة معينة من أبناء دولة الكويت. نعم ناصر، خليني أركز على التنمية، يعني كيف يسهم المركز في التنمية؟ طبعا المركز يعني لدوره كبير جدا في موضوع التنمية في المجتمع. يعني احنا عندنا دائما المواطن الكويتي هو محور عملنا كله، فبالتالي احنا قاعدين نركز على نقول خلق جيل واعد ان شاء الله من ابناء الكويت حق السنوات القادمه، حق العصر القادم، العصر التكنولوجي القادم. احنا ما قاعدين نحاول يعني مثل تقول ناخذ الموهبه من ناحيه موهبه الرسم او الامور هذه، احنا قاعدين نركز بشكل كبير على المواهب العلميه والتكنولوجيه، وهذا يعني يمكن احنا قاعد نشوفون شويه قدامنا بعض الشغلات. هذه وسائل عندنا احنا قاعد نحاول نوصل فيها حق المرحله هذه مع ابنائنا. فاحنا قاعدين نركز بشكل كبير سواء من ناحيه فصول الموهبه او من ناحيه الورش اللي عندنا الفاب لابس، على خلق جيل تكنولوجي كويتي حق العصر القادم ان شاء الله. نعم، هل هناك تعاون ما بينكم وما بين جهات اخرى سواء كانت في داخل الكويت او خارج الكويت؟ نعم، احنا طبعا عندنا تعاون مع العالم بشكل عام. احنا عندنا برنامج الفاب لاب هو جزء من اكثر من 400 فاب لاب حول العالم، تمام. هذا الجلوبال مالنا، وبعدين على مستوى الخليج الحمد لله عندنا كونكشنز مع معظم القطاعات الخاصه في تنميه الموهبه في السعوديه، في الامارات، في قطر، في البحرين، في اكثر مكان، حتى عمان، بالخليج بشكل عام. وبعدين في الكويت عندنا على مستوى الوزارات وعلى مستوى المؤسسات في الدولة، مثلا عندنا الحين مع الشباب والرياضة، مع وزارة الشباب، مع وزارة التربية، مع وزارة الأوقاف، قطاع سراج المنير، مع وزارة الشؤون، وزارة الشؤون أيضا. إن شاء الله الأسبوع القادم راح تسمعون أخبار بالموضوع هذا بعد إن شاء الله. إحنا بمكانتنا أنا أعتقد أن الكل يطمح لتطوير الفكر زين عند الأبناء بشكل عام، والكل يهدف إلى الارتقاء التكنولوجي اللي احنا قاعد نشوفها. العالم كله قاعد يطير من ناحية التكنولوجيا، وما زلنا نحن مستهلكين لهذه التكنولوجيا. فعلشان كذي كان المركز من أهم أولوياته أن الابتكار التكنولوجي أو منتجات، تمام. احنا الفكرة مالتنا أن نطلع منتجات. نهاية التعليم بأي دولة دول العالم أن يطلعون منتجات، يطلعون مثلا يتعلمون عشان يطورون سيارة معينة، عشان طيارة، عشان نعم. جهاز، تمام. فهذا اللي احنا نبي نوصل له. احنا نبي التعليم في دولة الكويت، تمام، اذا كان على مستوى القطاع العام، تعليم القطاع العام، نعم. او مستوى برامج مركز صباح الاحمد، ان في نهايتهم راح يكون في انتاج جميل للتكنولوجيا. اذا لو نبي نقول ان هذه هي الرؤى المستقبليه لهذا المركز، راح يعني نسلط الضوء على الحكي اللي قاله احمد. ناصر تفضل. الرؤيه المستقبليه طبعا انا بس يعني احب احمد ذكر قال ان احنا لابد ان يكون في مخرجات. انا قبل ما ندش على النقطه هذه انا بس احب اقول شغله، يعني عشان تعرفون انتم مثلا وين دور المركز. يعني احنا الحين بالمركز على عمره خلينا نقول القصير هذا اللي الثلاث سنوات هذه تقريبا الحين او اربع سنوات، احنا وصلنا حق عدد 300 براءة اختراع مسجله في امريكا. 300 براءة اختراع كويتيه حق مواطنين كويتيين الفئه العمريه من عندك من عمر 14 او 15 سنه الى 70 سنه تقريبا. هذول سجلوا 300 براءة اختراع، لدرجه انه في هناك في بعض الصحف بامريكا وهذا كتبت عن الكويت، كتبت يعني حتى احنا باي تشانس يعني دشينا النت ولقينا ان اكثر دوله حاليا جروث من ناحيه تسجيل براءات الاختراع
كان هي الكويت، ولما لقوا بحثوا عن الأسباب لقوا هو مركز صباح الأحمد، لأن دور مركز صباح الأحمد هو مو بس تبني المخترعين الكويتيين وخلينا نقول وخلق الجيل اللي هذا، إنما دوره صاير أكبر شيء، صاير منظومة متكاملة للإبداع والموهبة بالموضوع هذا. فدورنا كبير، دورنا خلينا نقول يعني في ناس قاعد تراهن إن شاء الله على دور مركز صباح الأحمد في في تصحيح كثير من الامور، خلينا نقول بالامور التعليميه كانت يعني خلينا نقول ما مشت على ما يرام، ولكن احنا حاليا موجودين، ما نقول احنا بس احنا، ولكن احنا مجموعه منظومه متكامله قادرين ان شاء الله بتعاوننا مع تعاون مع وزاره التربيه قادرين ان احنا راح نغير كثير في تنميه المواطن الكويتي نفسه. طيب الورش اللي تقدمونها في هذا المركز؟ تمام، احنا عندنا مجموعه من الورش او مجموعه من البرامج التي تقدم. اول شيء عندنا الوركشوبس اليوميه، تمام، فيقدر الواحد يجي بيوم معين ياخذ وركشوب معينه توبك معينه مدتها ساعه او ساعتين ويمشي يتعرف بشكل عام على التكنولوجيا اللي هو حاب اللي احنا قاعد نعطيها في هذا اليوم. هذه شغله الاولى. الشغله الثانيه وي هاف تريننج بروجرامز، برنامج تدريبي. برنامج تدريبي عاده اقل شيء من 3 أيام الى احنا نتكلم عن اسبوع، تمام، برنامج تدريبي توبك معينه يتدرب على مهارات اكثر تطويرا من الوركشوب العادي اللي هو حضرها. في عندنا شغله ثانيه، عندنا برنامج تدريبي. برنامج تدريبي هو مجموعه من الدورات تعطى، تمام، هذه المجموعه تصقل احنا نحط مهارات كثيره بحيث يكون كل برنامج له هدف معين. مثلا من البرامج الحين احنا قاعد نعرضها هو الفاب اكاديمي، تمام، هو الفابريكيشن اكاديمي، بحيث ان الواحد يدخل يتعلم مهارات كثيره في النهايه يطلع بمنتج، تمام. وقاعدين نحاول الحين ان ناخذ المجموعه المبتكرين، هذول المبتكرين نوديهم الى المصانع اللي احنا نتعامل معاهم في الصين او في اي مكان، بحيث المنتج هذا اللي خذوه خلال التريننج كورس يطورونه ويشوفونه هو يصنع، تمام، بعدين يدخلون في موضوع الانترناشونال ماركتينج والشغلات هذه عشان يحاولون يبيعونه ويسوقونه. نعم، الفئه المستهدفه؟ طبعا مثل ما قلنا احنا في المستهدفه عندنا من خلينا نقول عمر 8 سنوات في بعض الانشطه، طبعا في بعض البرامج طبعا ومفتوحه، يعني في عندنا الناس اللي سواء خلينا نقول متقاعدين او شباب او طلاب جامعات او حتى لو كانوا مثلا خلينا نقول بالمراحل الدراسيه المختلفه، بل ان احنا وصلنا حق مرحله ان سوينا بعض البرامج التنمويه حق فئه رياض الاطفال ونجحنا فيها والحمد لله، وحتى كان الدكتور الأثري وكيل وزارة التربية اندهش يعني من التجربة هذه، لدرجة أنه يعني في حين دراسة أنه يتوسع هذه التجربة أكثر وأكثر على رياض الأطفال في المحافظات المختلفة. نعم، أنا قاعد أشوف في بعض المجسمات قدامكم، هل هذا يعني نتاج الورش اللي قاعد نتكلم عنها؟ هذا مو نتاج الورش، هذا إحنا جايبين لك المنهج اللي حاليا، طبعا الكورس هذا الكورس الثاني من العام الدراسي 2014-2015 تم إدخال مادة الروبوتكس بنظام تجريبي على 6 مدارس في 6 مناطق تعليمية مختلفة. مراحل؟ المراحل مرحلة متوسطة، سادس المتوسط في الصف السادس. أنا قبل ما ندش هني ونطالع الأمور هذه، أنا بس يا ريت لو تشوفي لي هذا. هذا طبعا مايكرو كنترولر، هذا حاليا عيالنا قاعدين يتدربون عليه. لو بس تثبت ايدك علشان ناخذ الكاميرا. كهم. اوكي. هذا المايكرو كنترولر هو نفس اللي قاعدين حاليا يتدربون عليه وقاعدين يبرمجونه، طبعا احنا قاعدين نتكلم على الصف السادس، قاعد يبرمج، قاعد يوصل الكترونكس سيركت، يسوي مشاريع، يعني ساعات بعض المشاريع احنا ما كنا نفكر فيها. هذا الكنترولر كويتي. يعني ما نقول احنا جبناه من برا، هذا يعني هم شغلنا ديزاينه احنا اللي قاعدين نشغل الموضوع هذا. مو بس هذا، حتى السوفت وير اللي هم الحين قاعدين يتدربون عليه والمنهج بناء عليه هو سوفت وير كويتي، وهذا السوفت وير هم حصل على جوائز عالميه في موضوع هذا، لدرجه انه هو حالي يعني اعطينا عليه محاضرات في نيويورك في برشلونه في طوكيو على السوفت وير هذا. عندنا هني منظومه متكامله قدرنا احنا في مركز صباح الاحمد نعطيها كسوليوشن كحل حق وزارة التربية من ناحية البرامج، من ناحية الهاردوير، ومن ناحية أيضا الكتب. نعم. يعني هنا كان عندنا نخبة من معلم ومعلمات الكويت اشتغلوا معنا في هذا الكتاب، يعني يا ريت لو أحمد لو بس تبطل لنا. أيوة والله طبعا. هذا الكتاب. هذا الكتاب هو روبوت التعليم المبكر. نعم. الفكرة منه هو الدليل الإرشادي للمعلم، يعني لاحظي السماكة مالته ولاحظي الجرافيكس، التصميم الجرافيك ماله والأوراق العمل وطرق البرمجة وطرق هذا كله وضع على أيدي ما شاء الله لجنة زين شكلت من وزارة التربية بالتعاون مع مركز صباح الأحمد، تمام، هذا أسماء اللجان علشان يضعون هذه المنظومة والمصفوفة التعليمية لهذا. طبعا احنا الكتاب الحمد لله
والمنهج والمصفوفة كلها خذينا موافقة كل الجهات المعنية في التعليم في الكويت، منها جامعة الكويت الحمد لله، منها التطبيقي التربية الأساسية، اليوم كان عندنا مع دكتور نايف المطيري مدير الجامعة العربية، تمام، باكر عندنا مع جامعة قصد الدكتور صلاح الشرهان، تمام، فكلهم شاركوا في وضع وتأكيد هذه المنظومة ومباركة هذه المنظومة علشان توضع بدولة الكويت. كلهم الحمد لله وجهوا رسائل لوزير التربية، تمام، لدعم هذه المنظومة لأن رأوا فيها فعلا اللي احنا نحتاجه. نعم. احنا قاعد نعرض الصور حاليا. نعم. هذه صور كانت من المسابقة الوطنية الثانية لعلوم الروبوت، كانت الشهر اللي فات، شارك فيها تقريبا ما عدد كبير، يعني ما كنا متوقعينه، فوق 1000 مشارك بالموضوع هذا. طبعا يعني شغلات عجيبة، يعني شفناها من عيالنا شلون بروجرامينج، برمجة، ديزاين، الأمور هذه. نعم. فبالعكس يعني احنا قاعد نطالع ان أولياء الأمور الطلبة نفسهم هم قاعد يطلبون من عندنا زيادة. نعم. يعني انا بقول دائما بحب اقول قصة، يعني كان في واحدة من المدارس تجربة، اكثر طالب كان عندهم مبدع هو كان اكثر طالب، يعني نوعا ما كان نوعا ما مشاغب بالمواضيع هذه، قام يسوي شغلات خارج المنهج، شغلات غريبة، يعني اذا هو يمكن الحين يسمعني، سوى دله الكترونيه. نعم. يحطين الفنيان هي تصب تغير، هو برمجه، هو سوى كل شيء فروم اي تو زد. كم عمره؟ مرحله متوسطه، يعني قاعد نتكلم على 12 سنه. نعم. بالموضوع. استكمالا على كلامكم احمد وطبعا ناصر، معي على الطرف الاخر الدكتور مكي الخباز الموجه العام للحاسوب بوزاره التربيه. دكتور امسي عليك بالخير. مساك الله بالخير والسرور. دكتور، كيف سيؤثر الروبوتكس على الأجيال القادمة وكيف استعدت الكويت لهذا التطور؟ تحياتي لكم جميعا وتحياتي للزميلين مهندس أحمد والمهندس ناصر وضيوف البرنامج. الحقيقة طبعا احنا فكرنا في 3 كلمات قبل ما نفكر في شيء ثاني. فكرنا في كلمة اسمها فكر، فكرنا في كلمة اسمها ابتكر، فكرنا في كلمة اسمها ابدأ. طبعا احنا وضعنا منظومة ووضعنا استراتيجية مع مركز صباح احمد الموهبة والابداع. ومن خلال مايو 2013 وضعنا استراتيجية. وضعنا هذه الاستراتيجية كمرحلة اولى نهدف الى ادخال الروبوتكس او الروبوت في التعليم. وخاصة في مجال الحوسبة لمادة الحاسوب، فكنا أول ما ننظر لها كنا ننظر إلى مادة الحاسوب كمرحلة أولى. نعم. لكن سبحان الله اللي شفناه بعد التجربة في الميدان أن في هناك مرحلة ثانية وثالثة ورابعة يجب علينا أن نقوم فيها ونتعاون مع بقية المواد الدراسية الأخرى كمادة تكاملية كالعلوم والرياضيات. كان هدفنا يعني أن نخلق بيئة تعليمية ممتعة تختلف عن البيئة التعليمية اللي احنا عايشينها في الوقت الحالي، او بمعنى اصح في الوقت اللي الطالب يعتمد على الحفظ ويعتمد على الصم في الدراسة. نعم. نبي ناخذ الجانب العملي، نبي يشغل مخه، يعني اكثر نبي يشغل مخه. تكنولوجيا علمية حديثة. نعم. مناهج متطورة تعتمد على الجانب العملي التطبيقي. نعم. نبي بيئة مدرسية. طيب، جاذبة. دور وزارة التربية والجامعات بالكويت في إدخال هذا المنهج؟ والله هي عملية متكاملة، يعني احنا دخلنا كتوجيه متخصص في وزارة التربية في مجال الحاسوب. دخلنا مع المركز، والمركز له أطراف متعددة، منها يمكن الجامعة، منها مؤسسة الكويت التقدم العلمي، منها النادي العلمي، منها وزارة التربية، منها أطراف مختلفة يمكن حتى توصل حق المؤسسات الأخرى في البلد. نعم. نبي نوصل إلى أن احنا نغير منظومة التعليم إلى ابتكار، تشجيع، إبداع، تعلم تعاوني، تعلم جماعي. نعم. دكتور، ما مدى الاستفادة ما بينكم، يعني ما مدى التعاون ما بينكم ما بين مركز صباح الأحمد الإبداع؟ يشهد الله أن الأخوان متعاونين للغاية، وإحنا متعاونين معهم للغاية في هدف أن مثل ما تفضلت أن يكون في هناك عندنا شيء جديد. يعني احنا وكل الفخر يعني لنا كدولة الكويت ان احنا سباقين في المشاريع الجديدة، المشاريع اللي احنا نحس ان احنا يعني
عطينا شيء لأولادنا لبناتنا لمجتمعنا الكويتي، لدرجة أن أيضا في المجتمعات الخليجية الأخرى يكونوا على تواصل معنا في استمرار. نعم. ويطلعون على تجاربنا ويزورونا ويشوفونا. نعم. وإحنا بهالحال طبعا نحس بسعادة ونحس بإبداع، بالعكس يمكن يكون هذا نوع من الضغط اللي يخلينا إحنا نتوقف في العمل، خاصة طويلة العمر، يعني إن إحنا في عندنا أيضا التوسع في رياض الأطفال، لأن إحنا أبدعنا في رياض الأطفال. نعم. وعندكم أيضا أنكم لازم تقنعون أولياء الأمور وتشوفون تقبل أولياء الأمور لهذه الفكرة. الدكتور مكي الخباز، إذا حاب تقول كلمة أخيرة. صدقيني إن 80% من أولياء الأمور يمكن أكثر متقبلين الموضوع، حبي. والأهم من هذا إن في عندنا حب وشغف المتعلمين لهذا النوع من التعليم. نعم. وهذا إحنا الحين ماشيين بالخطوة هذه. احنا الان في عندنا مشكله تقريبا، يمكن احنا الان دخلنا في رياض الاطفال مع الاخوان في مركز صباح الاحمد، والان دخلنا في تجربه معاهم كتوجيه حاسوب في تدريس الماده كماده دراسيه عمليه. نعم. الان في عندنا مشكله في المرحله الابتدائيه، الان في المنظومه الجديده لتدريس الحوسبه في المرحله الابتدائيه اولى زائد ثانيه زائد ثالثه، الان تم الغاء ماده الحاسوب. وإذا إحنا بدينا الآن نعلم عيالنا التكنولوجيا الحديثة هذه في رياض الأطفال. نعم. ومن ثم نقطع أولى ثانية ثالثة ما في تعليم وننتقل إلى الصف الرابع، معناته أنا هني خلقت فجوة. هذه الفجوة أنا الآن محتار في عملية تسكيرها وفي عملية سدها، فنحتاج الآن في جهود إن شاء الله تكون مباركة بيننا وبين مركز صباح الأحمد وبين وزارة التربية، بحيث أن نحاول أن نزيل هذه العقبات كلها، بحيث أن نوصل إلى تميز وأداء نعم. دكتور أكيد أنتم قد المسؤولية. دكتور مكي الخباز، الموجه العام للحاسوب بوزارة التربية، كل الشكر لك على هذه المداخلة الهاتفية وتسليط الضوء على هذا الموضوع وموضوع حوارنا مع المهندس ناصر الخالدي وأيضا المهندس أحمد صالح. تعليقكم إذا حابين تعلقون على كلام الدكتور. طبعا جزاه الله خير الدكتور، ترى هو من أول الناس اللي وضع المصفوفة والاستراتيجية اللي كنا نعمل عليها. يعني كنا في البداية كنا ضايعين مع وزارة التربية، ما ندري من وين ندخل للوزارة، إلى أن جلسنا معه قعد يعني واستغرق أشهر منه هذا العمل أنه يضع استراتيجية عمل، والحمد لله بدينا في هذه مثل ما قال في 2013. وطبعا أنا أبارك لعودته لوزارة التربية، يعني توه طلع القرار في الموضوع هذا، الحمد لله الله يوفقه إن شاء الله. وفعلا هو من الناس المؤثرين، مثل ما أثروا في بداية دخلة الحاسوب لوزارة التربية، هو الآن يشهد عصر جديد دخول الروبوت في مناهج وزارة التربية. نعم. تقريبا لو بعرف عدد الموهوبين اللي يتبناهم المركز كثر ناصر؟ تقريبا حاليا طلب الموهوبين موجودين عندنا طبعا حول 140 طالب وطالبة، هذول طبعا داشين في برامج خاصة حق الموهوبين. نعم. طبعا احنا وصلنا معكم الختام، اذا حابين نقولون كلمة أخيرة. والله طبعا انا حاب اوجه كلمة لجميع المسؤولين اللي حابين انتشار منظومة الابتكار في الدولة. مركز صباح الأحمد له علاقات كثيرة مع الجميع، وإحنا بالعكس نؤيد وجود الجميع معانا في صقل هذه الفكرة. هذه الفكرة ما تصقل بفكر واحد، ولكن إحنا محتاجين التعدد الفكري، تمام، لوضع هذه المنظومة بشكل جميل. تمام. احنا الحمد لله قطعنا شوط كبير في هذا، بدينا في تطوير المنظومه، حتى المنظومه هي غير مستورده، هي خلقت منا والينا. تمام. والحمد لله بداوا دول ثانيه هي اللي تاخذ منا، احنا بدينا نصدر هذه المنظومه للدول الاخرى. محتاجين فقط تعاون الكل، الحمد لله طبعا الكل الحمد لله متعاون معنا، ولكن محتاجين ان نسرع في الأعمال الإدارية اللي قد تكون أحيانا هي معضلة، إن ورقة هذه وين راحت، نخلص بهذا. وبشكل عام الحمد لله كل شيء إيجابي، الحمد لله. إن شاء الله نطمح شهر 9 إنه يتم التطبيق. نعم. بشكل كبير إن شاء الله. ناصر، أنا أقول بس نطروا عيال الكويت بعد كم سنة راح تشوفوهم شلون راح يتغير. راح ننطر، وطبعا احنا شاكرين لكم، يعطيكم ألف عافية. إذا أعزائي طبعا متواصلين معكم ولكن بعد الفاصل.